اليوم اتخذت دولة فلسطين خطوة مهمة وتاريخية نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي لا يزال يعاني من جرائم مستمرة ومنتشرة ومنتظمة. ونيابة عن الشعب الفلسطيني، تمارس دولة فلسطين حقها كدولة طرف في نظام روما الأساسي في حالة وضع فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية لإجراء تحقيق فوري. هذه الإحالة هي اختبار فلسطين للآلية الدولية للمساءلة واحترام القانون الدولي.